اهلا بكم مشاهدينا الكرام في حلقه جديده من برنامج صحافه الغد، نستعرض فيه بالراي والتحليل للصحف الصادره صباح الغد وكذلك المجلات وابرز المنشطات الصادره صباح غد. ونبدا مباشره من جريده اليوم السابع من الصفحه الثالثه. في الحقيقة طبعا خبر مهم جدا، فصل العديد من الأشياء اللي كانت مستنيها المواطنين عشان تفسر قرارات السيد رئيس الوزراء الخاصة بعيد الفطر المبارك وما بعدها. العنوان بيقول 6 أيام أجازة عيد الفطر للعاملين في الحكومة تبدأ من السبت القادم وحتى الجمعة. مجلس الوزراء يعلن حظر حركة المواطنين في جميع الطرق من بداية من 30 من شهر مايو وحتى 15 يوما فيما بعدها من الساعة 8 مساء وحتى 6 صباحا. الحقيقة تفاصيل الخبر بتقول أصدر دكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء قرارا اليوم الثلاثاء بشأن إجازة عيد الفطر المبارك والإجراءات الاحترازية اللي بيتم اتخاذها لمواجهة فيروس كورونا في هذه الفترة. كمان أكد استمرار لجهود الدولة في المحافظة على صحة المواطنين ودرءا لأي تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد. بيحضر انتقال المواطنين من الساعة 5 مساء وحتى 6 صباحا، ده طبعا لجميع الطرق والمحاور الرئيسية، وإلا طبعا الأشياء الضرورية فقط المرتبطة بحاجات بيقدرها مأمور الضبط القضائي. وكذلك استمرار إغلاق المقاهي، الكافيتريات، الكازينوهات، الملاهي، النوادي الليلية، الحانات وماثلها من المحال والمنشآت اللي بتقدم التسلية والترفيه. بيقتصر العمل على المطاعم وما يمثلها من المنشآت وحدات الطعام المتنقلة والحلويات وغيرها من المنشآت السياحية اللي بتقدم المأكولات والمشروبات وخدمة التيك أواي فقط خارج ساعات الحظر المباشر. كمان غلق كامل لجميع وسائل النقل الجماعي على مدار اليوم. كما يحضر تحرك جميع الحافلات والرحلات العامة والخاصة ما بين المحافظات، ويستثنى من هذا القرار المخابز ومحل البقالة والبقالين التمويين ومحل الخضروات، الفاكهة، اللحوم، الدواجن، الأسماك، الصيدليات، السوبر ماركت، المواد المتواجدة خارج المراكز التجارية وأسواق الجملة على أن يقتصر العمل بها خلال ساعات الحظر فقط. كمان ألزم قرار رئيس مجلس الوزراء العاملين والمترددين على جميع الأسواق أو المحلات أو المنشآت الحكومية والمنشآت الخاصة البنوك أثناء التواجد بجميع وسائل النقل سواء العامة أو الخاصة بارتداء الكمامات الواقية طبعا لحين صدور إشعار آخر، ويعاقب كل شخص من لا يرتدي الكمامة بغرامة لا تتجاوز 4000 جنيه. إذن بنأكد على حضراتكم أن الكمامة أصبحت يعني ليست اختيارية بل أصبحت إجبارية في جميع المواصلات وجميع وسائل النقل العامة وجميع الأماكن العامة بغرامة حوالي 4000 جنيه. طبعا ده خبر مهم جدا، لازم الكل ياخد احتياطاته بشكل كبير جدا. طيب نروح لخبر تاني من الصفحة الثالثة برضو من جريدة اليوم السابع. في الحقيقة طبعا الصحة بتقرر تعديل مدة بقاء العديم الخارج في الحجر الصحي لمدة 7 أيام فقط بعد ما كانت 14 يوم. أعتقد يعني هو خبر ربما يكون مفرح طبعا للعاديين من الخارج، لكن أعتقد أن احنا محتاجين شيء من الحيطة والحذر بشكل كبير جدا لهذا الخبر، لربما تظهر الأعراض بعد هذه 7 أيام وربما يكون هناك يعني الالتزام بالنسبة للمواطنين. ده أكيد اللي هنعرفه بإذن الله مع حضراتكم بعد قليل. الوزارة بتقول أن الصحة بتقرر تعديل لمدة الحجر لمدة 7 أيام بدل 14 يوم، إجراء تحليل الكشف عن كورونا مرتين قبل الخروج من الحجر واستكمال باقي المدة في المنزل. الحقيقة قررت وزارة الصحة والسكان تعديل مدة الحجر الطبي الصحي للعائدين من الخارج من 14 يوم لسبع أيام فقط، على أن يستكمل باقي مدة العزل في المنزل في حال ثبوت سلبية التحاليل. أما إذا ثبتت إيجابية العينة فطبعا بيتم إحالته مباشرة لأحد مستشفيات العزل الموجودة والمنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية. كمان قالت أن الشخص العائد من الخارج بيتم عمل كاشف سريع ليه، بينتظر نتيجة خلال 15 دقيقة فقط. إذا ظهرت سلبية التحليل الأول بيتم طبعا وجوده في مكان الحجر الصحي لمدة 7 أيام، ويتم إجراء التحليل مرة أخرى، وإذا ثبتت سلبية التحليل الآخر بيتم يعني توجهه للمنزل الخاص به مع متابعة من مكاتب الصحة على مستوى الجمهورية في ال7 أيام الأخرى بعد الإفراج عنه، أو بعد أن يرجع بيته ويقعد في منزله 7 أيام أخرى بمراقبة المكاتب الصحة الموجودة منتشرة في جميع أنحاء الجمهورية. كمان بنأكد على حضراتكم أن احنا بنتكلم عن الأرقام اللي موجودة النهاردة، بنتكلم عن 720 حالة إصابة جديدة، طبعا هو الرقم الأعلى على الإطلاق منذ بداية جائحة كورونا. بنتكلم عن عدد الوفيات 14 حالة وفاة، بنتكلم عن إجمالي عدد الوفيات الموجودة في مصر 659 حالة وفاة.
وإجمالي عدد الإصابات 13484 حالة إصابة. طبعا إجمالي عدد الإصابات بنتكلم عن اللي تحولت نتائج تحليلهم من إيجابية إلى سلبية 4275 شخص. بنتكلم كمان عن 3242 واحد الحمد لله تم خروجهم من الحجر الطبي. طبعا فضل الرقم الكبير اللي احنا بنتكلم عنه النهاردة 720 شخص. اعتقد ان احنا لازم ناخد الموضوع باكثر جدية. الامور والايام اللي جاية لازم ناخد حيطة اكبر من كده بكتير، لان احنا طبعا شايفين وتيرة الارقام بتتصاعد يوم بعد يوم. فاعتقد لازم ناخد الحيطة والحذر بشكل كبير، خصوصا كمان بعد التأكيد على حضراتكم ان احنا لازم الكمامة هي اصبحت ليست من الرفاهيات او محل اختيار، لكن هي طبعا هي اجبار على الجميع. طيب معنا تعليق على هذا الخبر. معنا دكتور احمد شاهين استشاري علم الفيروسات. دكتور احمد برحب بحضرتك. اهلا وسهلا دكتور. في الحقيقه طبعا الرقم قفزه الارقام النهارده اعتقد هتخلي الناس تفكر اكتر واكتر. احنا بنتكلم عن 720 حاله اصابه جديده، وده طبعا الرقم الاكبر على الاطلاق اللي احنا بنتكلم عنه. دكتور قبل طبعا ما نروح لموضوع الحجر الطبي، عايزين نتكلم عن دلاله الارقام طبعا، وهل ده نتيجه يعني اتساع يعني رقعه الكشف وتوسيع الكشوفات بشكل كبير، فبالتالي ده اللي ادانا الاولويه ان احنا نوصل للارقام دي؟ الحقيقه طبعا احنا بنقول ان دايما الضوابط الوقائيه عدم الالتزام بيها بترفع الارقام لرقم مخيف. نعم 700 وشويه ده رقم مخيف، المفروض نخلي بالنا منه. التدابير الاحترازيه لابد الالتزام بيها، التباعد الاجتماعي، لبس القناع اصبح ما فيش فيه مفر. لبس القناع، واحنا قلنا مثل قديم لبس القناع القناع والا الوداع. صحيح. لبس القناع يعتبر ضروره ضروري 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 في الوقت اللي احنا فيه. التباعد الاجتماعي، المحافظه على الصحه، التباعد الاجهاد لا، التدخين لا. خلي بالنا من النقطه المهمه دي. طبعا المباعده، طبعا التباعد، المباعده بدون معانده، والا كان هناك ولا كانت هناك المفارقه. طبعا التباعد الاجتماعي مهم جدا. انا عايز يكون النهارده احنا يوم عيد، ايام مفترجه وايام عظيمه عايزين نفرح بها كلنا، نقول والله ان احنا عاوزين يكون السلام الكتروني. يعني مش اي مانع اعيد على اخويا واختي ولا اخره بالتليفون كفايه، او في مش لازم السفر يا دكتور، مش لازم السفر والحماميه للعيد ده، ممكن نخلي العيد اللي جاي ان شاء الله. انا ضد ذلك تماما، يعني ضد اللي هو التبادل بقى والمروح والمية والزيارات. الزيارات ممنوعه منعا باتا لدين سبب انتشار وتفاقم العدوى. واحنا بنقول هذا المرض معقد وخطير ومجد في حظ الارواح. يعني ان هو مرض خطير ومجد في حظ الارواح. فطبعا احنا بنقول يا اخواننا الهوينه ايام مفترضه، المفروض نحافظ على نفسنا. التباعد الاجتماعي باكد عليه، لبس القناع دايما لابس القناع. طبعا الحاجات دي كلها مهمه جدا، وبنحذر يا اخواننا المواطنين عشان نفرح كلنا بايام المباركه. دكتور احمد، يمكن كان في تصريحات من منظمه الصحه العالميه عن عدم جدوى القناع اللي هو القماش، يعني من القماش لازم الارتداء اللي هو ارتداء القناع الخاص بالعمليات الجراحيه وبيسموه يعني سيرجل N95. يعني ده متقدم بالنسبه لنا. خلينا نتكلم على القناع الطبي اللي هو بتاع العمليات الجراحيه، ده اللي قالوا منتشر وده الكويس اللي هو الثلاث طبقات. يعني طيب عدنا من جديد وسمعنا ان احنا القناع القماش يجوز استخدامه مره اخرى، يعني صحه المعلومه ايه برضه يا دكتور؟ والله احنا يعني سارس لما كان في شبه جزيره العربيه وجدنا نسبه الاصابه في الرجاله اكثر من الحريم. صحيح. فالباحثين العلميين العلماء انتبهوا لهذه النقطه، وجدوا ان الحريم بتوعهم هناك بيحطوا الطرحه دايما بيضربوا بقهم ومناخيرهم. اللي هو زي اجمل الخمار او أو اللي هو الخمار، اللي هو الخمار العادي. معنى ذلك ان الخمار ايا كان فهو طبعا يعني بيكون ضد. هي عباره عن ايه؟ هو عباره عن الرذاذ اللي جاي من المريض. كلمه رذاذ يعني نقط محمله. النقط المحمله دي ممكن حتى لو كان قماش، حتى بس قماش يكون مستورد، ممكن يعني الى حد ما بيصد العدوى. ولكن طبعا القناع الجراحي يعتبر اهم
واقوى واحسن. طيب دكتور، عايزين نتكلم على الخبر برضو المهم، ان تعديل فتره الحجر الطبي من 14 يوم لسبعه ايام. في الحقيقه طبعا دي حاجه جديده بالنسبه لنا جدا، ان احنا نلاقي تعديل هذه الفتره. يعني في تخوفات، وان كان اللي يقول لك لا يستكمل المده الباقيه طالما التحليل الاول والثاني طلع سلبي، ممكن يستكمل المده الخاصه به في المنزل لسبعه ايام الاخرى تحت رقابه مديريات الصحه الموجوده ومنتشره في كل انحاء الجمهوريه. يعني هل ده مجدي انا اسمم هذا الطلب وقت ضايع من وش لازمه. تمام. هو الراجل جاي من بره وعملنا له اختبار وطلع سليم. هو كنا احنا بنقول للطلبه ايام زمان ان فتره حضانه هذا المرض من يومين لاسبوع. تمام. من يومين لاسبوع. الاسبوع الثاني بدل ما يقضيه في الغربه ويقضيه في مدينه جامعيه او يقضيه مثلا في هنا او هنا، يقضيه في بيته تبع رقابه ومتابعه الجهات الصحيه الموجوده في البلد او في المدينه. وده انا راينا الشخصي، يعني هو ده الافضل، بدل عطل اسبوعين جاي من السفر مرهق وبعدين اسبوعين وبعدين علشان يروح لاهله كذا كذا. فطبعا كلمه اسبوع اللي هو الفتره الحرجه فعلا. بعد الاسبوع احنا بنتابعه تحت عينينا برضه ونقول له خليك. يعني مش ممكن يا دكتور احمد تظهر الاعراض بعد السبع ايام دول؟ هو طالما ان هو طالع سلبي اول مره وثاني مره احنا بنقول له يعني الحمد لله وشكر لله. وبنتابع معاه برضه الاسبوع بالتحليل برضه، في اخر ال 14 يوم طلع 10/10 خلاص يمارس حياته الطبيعيه. دكتور احمد، السؤال الاخير لحضرتك، متى الشخص يتوجه يعني لا يتردد ان يتوجه مباشره لمستشفيات الحميات؟ في اي مرحله نقول للشخص لو سمحت توجه مباشره، ما تقولش شويه برد وهيعدوا؟ بالضبط. اولا اذا حسيت بضيق في التنفس لا محاله فورا. انا كحيت حسيت نفسي مش مظبوط، نفسي مطبوع عليا وما الى غير ذلك، فورا اروح السخنيه مثلا استمرت 3 ايام او 4 ايام وما انخفضتش بالخفض الحراري واستمرت اسبوع، بس اللحظه الحاسمه عايز ننقذ، هو ما يحس ان هو في ضيق في النفس، فلا بد من العرض على الجهات الحميات اللي هي الان اللي هو قال المسلى في هذا الامر. يعني في حاله ضيق التنفس يتوجه مباشره لمستشفى الحميات. دي لا 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 فصل فيها دي. طيب شكرا جزيلا دكتور احمد شاهين استشاري علم الفيروسات، شكرا جزيلا لحضرتك. طيب نروح لجريدة الشروق من الصفحة الرابعة، الهجرة عودة 789 من المواطنين العالقين في السعودية والولايات المتحدة الأمريكية. تفاصيل الخبر بتقول أعلنت وزارة الهجرة عن وصول 789 مصري من العالقين بالخارج من المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية خلال 24 ساعة ماضية، وكمان أكدت وصول عدد منهم من 299 مواطن من العالقين في المملكة العربية السعودية على رحلة لشركة مصر للطيران قادمة من جدة، ووصل لمرسى علم حوالي 165 مصري من العالقين من السعودية على متن رحلة قادمة من الرياض. لافت إلى وصول 325 مواطن من العالقين في الولايات المتحدة الأمريكية على رحلة قادمة من واشنطن، وأشارت إلى مواصلة جهود المختصة بمتابعة عودة المواطنين العالقين بالخارج إلى مصر والمشكلة من رئيس مجلس الوزراء ووزراء الهجرة والخارجية والصحة والطيران. كمان لا تزال جهود متضافرة ومستمرة لإعادة أبناء مصر العالقين، وأوضحت أن جميع القادمين تم نقلهم جميعا إلى الأماكن المخصصة للحجر الصحي وفقا للإجراءات الاحترازية المعلنة. هنروح لجريدة الشروق من الصفحة الثالثة، الأوقاف بتشدد الرقابة على غلق المساجد في عيد الفطر المبارك. في الحقيقة طبعا ده قرار من السيد رئيس الوزراء بمشاركة طبعا الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف في هذا القرار اللي أكدت فيه إن هو ما فيش إطلاقا يعني صلاة عيد هذا العام، وسيكتفي بنقل الصلاة عبر شاشات التلفزيون المصري ونقلها من أحد المساجد بمشاركة عدد محدود من العاملين في وزارة الأوقاف حتى يكون جواز الصلاة بشكل صحيح. التفاصيل الخبر بتقول تكتيف وزارة الأوقاف من استعدادها خلال الأسبوع الجاري لتجديد الرقابة على المساجد والتأكد من الالتزام بقرار تعليق الصلاة بشكل كبير جدا خلال صلوات الجمعة والجماعات المعروفة بغلق المساجد، وبخاصة بالتزامن مع حلول عيد الفطر المبارك منع أي مخالفات قد تحدث. كمان أكدت الوزارة إقامة الصلاة بمسجد السيدة نفيسة لهذا العام تحت إمامه الشيخ يسري عزام بحضور 20 مصلي فقط من العاملين بالأوقاف ومراعاة الضوابط الاجتماعية والوقائية ومراعاة المسافات ما بين الجميع. وشددت الوزارة على عدم السماح إطلاقا بالتجمع أو التكبير أو الصلاة بالمساجد أو الساحات أو حتى ترك المسجد مفتوح أثناء إذاعات تكبيرات العيد.
وأضافت الوزارة أنه سيتم السماح لجميع المساجد اللي كانت بتقام فيها الجمعة بإداعة تكبيرات صلاة العيد عبر مكبرات الصوت فقط، مشددة على الأئمة والعمال والمسؤولين على المسجد بعدم السماح إطلاقا بدخول أي مصلين. وكمان ده هيكون تحت رقابة الشيخ جابر طايع رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف اللي هينشأ غرفة عمليات ورئيس غرفة العمليات لمتابعة تنفيذ هذه القرارات بكل شدة. عندنا خبر تاني من المصري اليوم من الصفحة الثالثة، فتح باب التقدم للمدارس اليابانية إن شاء الله للعام الجديد يوم الأربعاء القادم، وبدء التدريب الخاص عن بعد لبرنامج تمكين المعلمين غدا. أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني الثلاثاء فتح باب التقديم للالتحاق بالمدارس المصرية اليابانية العام 2021 بداية من 20 مايو 2020 وتستمر لمدة 15 يوم. وأكدت الوزارة أن التقديم سيكون إلكتروني فقط لمرحلة الكي جي 1، ويعلن يتم التقديم عبر الشروط المعلنة على الموقع الإلكتروني الخاص بها. وتم افتتاح 41 مدرسة في عدد من المحافظات اللي بتدرس المنهج المصري الجديد، بالإضافة لأنشطة التوكاسو الياباني اللي بتعمل على تنمية شخصية الطفل وبتغرس فيه الانتماء والعمل الجماعي. كمان وافق دكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم على بدء التدريب على برنامج التعليم الرقمي للتمكين المعلمين المهنيين للترقية العام 2019-20 اللي بينقسم لفئتين: معلم، معلم أول، معلم أول ألف، معلم خبير، ذلك بدءا من 21 مايو حتى إشعار آخر لدعم التنمية المستدامة لأعضاء هيئة التدريس. طبعا الجميع حس النهاردة وأمس كمان بارتفاع شديد جدا جدا في درجات الحرارة نتيجة طبعا لالتقاء منخفضين في وقت واحد، وده هيخلي أرقام أو درجات الحرارة أرقام قياسية لم تشهدها مصر من قبل، أرقام هتكون مرتفعة جدا. ده البيان اللي أصدرته هيئة الأرصاد الجوية، والبيان ده جاي في جريدة المصري اليوم. الأرصاد بتقول طقس شديد الحرارة غدا الأربعاء على جميع أنحاء الجمهورية والقاهرة بتصل حوالي ل 43 درجة. يتوقع خبراء الأرصاد الجوية الأربعاء طقس شديد الحرارة على كافة الأنحاء، الرياح معتدلة تنشط أحيانا على القاهرة الوجه البحري، طقس معتدل ليلا على القاهرة والوجه البحري، لطيف على السواحل الشمالية، مائل للحرارة على شمال وجنوب الصعيد، وبتشهد البلاد أمطار خفيفة إلى متوسطة رعدية على مناطق متفرقة من شمال وجنوب الصعيد وسلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب سيناء 50% تقريبا على فترات متقطعة طوال اليوم. طبعا ده كان استعراض سريع جدا لمستجدات الأخبار الموجودة في كل مكان في مصر، وإن شاء الله هتلاقوها حضراتكم في صحافة صادرة صباح الغد منشطات رئيسية وفي داخل الصحف أيضا. تقبلوا تحياتي وتحيات فريق العمل من برنامج صحافة الغد، غدا بإذن الله فريق عمل جديد، ابقوا معنا دائما على شاشة النيل. إلى اللقاء.